أقمني بنقاوة الأفكار يا أمام مذبحك يا رب. من يقيم في خيمتك
التفت يا رب ترحم علينا، اسمع ونفهم تعاليم وصايا كمحيي والهي. هب لنا بنعمتك ورحمتك ان نجني منها الفائده، الحب والرجاء والخلاص التي تنفع انفسنا واجسادنا، فنرتل لك المجد الدائم كل حين يا رب اذكر الاب والابن والروح القدس الى الابد. من رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية يقول: يا إخوة بارك الله المسيح بتعاليمه المقدسة، لا يكن عليكم لأحد حق إلا أن يحب بعضكم بعضا، فإنه من أحب قريبه فقد أكمل الناموس، لأن ما قيل أيضا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشتهي، وما كان من الوصايا غير ذلك، إنما يكمل بهذه الكلمة، وهي أن تحب قريبك مثل نفسك. إن المحبة لا تصنع شرا بالقريب، لأن المحبة هي كمال الظلمة، ونلبس سلاح النور ولنسلب ما يسوع المسيح، ولا تهتم بأجسادكم الشهوات. والنعم والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. لنقم باستعداد لسماع الإنجيل المقدس. الثمرة الرئيسية اللي تختصر
كل وصايا الله لا تقتل لا تزني لآخره، كي يختصر مارك بولس بهذه الكلمة أحب قريبك كنفسك، اللي هي تذكير بهي أن نحافظ على صحتنا ونحافظ على صحة الآخرين. إذا مسؤوليتنا هي بشكل أساسي هذا الشيء، نحافظ على صحتنا، نحافظ على صحة الآخرين، وأيضا أن نشعر الآخرين بأنه إحنا معاهم ولو جسديا ما نقدر نكون كلش قريبين عليهم، ولكن نحاول قدر الإمكان أن نشعر بهالمحبة بهذا الاهتمام. قدرنا نجتمع بالكنيسة، الكنيسة راح تحاول أن تكون قريبة من عندكم من خلال هالتقنية. الله أعطانا هالعقل، أعطانا هالإمكانية، وكثير أوقات الناس الأولاد الآخرين كانوا يستعملوها بشكل غير جيد. نحاول أن نستعملها بشكل اللي هو جيد، والناس يتشجعون يسووها بشكل جيد. أريد أذكر أنه اليوتيوب اللي إحنا نشترك بينه عن طريق كنيسة الشهداء واصل إلى مرحلة قريبة جدا من أن اليوتيوب يعطينا بث مباشر مثل ما هسه هو بالفيسبوك. حاليا لازم ننتظر إلى أن ننزله باليوتيوب. إذا فيو أكتبيت فاعلون اليوتيوب مالكم عن طريق كنيسة الشهداء، فحتى نوصل إلى العدد 1000 حتى ذاك الوقت يكون حي عن طريق اليوتيوب ويكون عن طريق الفيسبوك. فإذا التقنية هي زينة، نحاول أن نستفيد منها ونحاول أن نكون معاكم باستمرار، تكونون أنتم معنا وكأنه أنتم داخل الكنيسة. يكون هذا اليوم يوم الخميس اللي هو يوم ثانكس جيفن نسوي له كنيستنا الأهلية وراء البعوثة، فنشكر الله ده يساعدنا وأن يوصلنا إلى أن نتخلص من هذا الوباء قدر الإمكان. Yeah.
المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي على يده صار كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في عهد بيلاطس البطل، تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء، ونؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن، ومع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، نقر ونعتقد بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العديد، آمين. لنصلي السلام على دون انقطاع، وإنها
الذي يحتسي مساواته لك اناسا فالاخلاق هذا وصار انسانا كاملا وترك لنا ذكرا لخلاصنا. هذا السر الذي نقربه الان امامك. في تلك الليله التي اسلم فيها اخذ خبزا بيديه المقدستين رفع عينيه اليك انت الله ضابط الكل شكرا بارك كسرى تلاميذه وقال لهم خذوا كلوا منه كلكم هذا هو جسدي الذي يكسر لاجلكم لمغفره الخطايا. يا ربنا وإلى رحمة نعمتك إلى
لمن أخطأ
مغرب الشام الحنين يا مشيح المودية دارك العدال والآية الأبدين آمين. قدس أجسادنا بجسدك المقدس، واغفر ذنوبنا بدمك الكريم، وطهر أفكارنا بزوفى حنانك أيها المسيح رجاؤنا إلى الأبد. شكرا كل مغادر شبح اختالك
عمن حطايا